السلام عليكم متتبعي قناة محبي الخياطة والتفصيل، نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله بصحة جيدة. اليوم غادي نوريكم طريقة صلاة الجلابة. بسم الله، غادي ناخد الطول، غادي ناخد الطول تاع الجلابة زائد تكفيفة، كندير انا 6 سنتيم في التكفيفة، كنسطر طول اللي بغيت، وغادي نبدا العبار. بسم الله، هاد الحاشيه ديما كنخليها هادي، ما كنحسبوهاش. غادي ناخذ 8 سنتيم في التقويره، عندي 20 سنتيم في الكتاف، كنطيح الكتاف بربعة سنتيم. غادي ناخد التركيز ديالي، كما قلت لكم دائما القاعدة اللي كنعتمد عليها أنا في التركيز، كناخد الدورة تاع الصدر لاصقة ما زايدة عليها والو، زائد 12 مقسومة على 4، وكننقص منها 2 سنتيم، هي اللي كندير في التركيز قبل ما نزيد الخياطة. غناخد نحط سنتيم على التطيحة تاع الكتف من 4 سنتيم لعند النقطة تاع التركيز، وغنقسمها على 2. غادي ندخل بجوج سنتيم، غادي نجي لهاد النقطة تاع التركيز باش ناخد العبار تاع الصدر، والحاشية ما كنعبرهاش ديما كنخليها. عندي الصدر ديالي فيه 28 سنتيم. هاد العبارات بالخياطة البنات عندي 27 زائد الخياطة هي 28. غادي نلاقي هاد النقطة تاع الصدر مع 2 سنتيم باش دخلت مع تطيحة تاع الكتاف. هنايا في التقويرة تاع الأمام كندير 12 سنتيم. غادي نسطر هاد التطيحة تاع الكتاف، وغادي نبقى التقويرة تاع الأمام. غادي نجي للنقطة تاع الصدر اللي خديت منها العبار تاع الصدر، غادي نهبط ب 10 سنتيم، ومن الحزام غادي نهبط ب 16 سنتيم. هاد 10 سنتيم باش نهبطها البنات هي تاع الحزام باش كندخل بالإفازي ديالي. هنايا في النقطة في الصدر درت 28 سنتيم، في الحزام غادي ندير 27 سنتيم. هنايا الحوض عندي فيه 31 سنتيم. وغادي نقاد الإيفازي ديالي. الطريقة البنات كنت درتها لكم في القفطنات، دوك القفطنات المطروزين. غادي ناخذ العرض اللي بغيت من التحت، عندي هنايا غادي ندير 40 سنتيم. وغادي نسطر، نقلب الثوب دائما، قبل ما نقطع الثوب ديالي كنجي لهنايا من التحت وكنعاود هاد العبار اللي درت هنا، ماشي كنسطرو
غادي يكفاني ولا لا باش ندير الطريقه تاع الطفل في الخارج. هنايا عندي في التقويره 8 سنتيم، عندي في الكتف 20 سنتيم، غادي نهبط 25 سنتيم ديال التركيز. الصدر درت فيه 28 سنتيم، غادي نهبط بالعشرة وبستاش، وغادي نعبر الحوض واش عندي فيه 30 سنتيم، عفوا 31 سنتيم، هاهو يعني العبر ديالي رانا كافيني باش غادي تجيني الطريقة تاع الدخل في الخارج. دابا غادي نقطع ديما انا كنقطع وانا كنقلب شوف باش ما يتفوتش ليا، ويديا كتكون محطوطه حدا المقص باش كتبقى شاده ليا الثوب ما يتفوتش. الثانيه تاع الجليل كنطلع بواحد 4 سنتيم باش ما كتبقاش ليا الجلابه عندها الجناب، ما كتبقاش طايحه ليا من الجناب، وكنسطرها غير حتى النص باش ما تبقاش ليا من الطول ديال الجلابه. دابا غادي ناخذ طرف من هذا تاع الامام، غادي نحطو غادي ندورو وغادي نحطو على تاع الخلف. هانتوما غادي نخرج هذيك الحاشيه اللي انا قلت لكم ما تعبروهاش، غادي نخرجها باش ما تزادنيش في العبار تاع الخلف. هي كنحيدوها حيتاش كتدخل تحت السفيفه ولا كتدخل كتطوى باش يدها الكروشي ولا راندا ولا هكا ما كتحسبش، كنزيدوها باش ما تنقش لنا من العبار. كنجي لهاد البلاصة تاع الخلف هاد التقويرة كنعبرها واش فعلا كاينه 8 سنتيم هنا باش ما تفوتش ليا وتصدق مزيوداني. التقويرة تاع الخلف كنديرو فيها 2 سنتيم، صافي وكنقطعو. كما كنقول لكم دائما الا كنتو غتعرفوا تمشيو هكا بالمقص وانتم حاطين الثوب قطعوا، ما كنتوش عارفين كتراسيو بالطباشير وكتحيدوا الثوب الفوق الامامي باش ما تقطعوش. من بعد ما قطعت الشلابه ديالي دابا غادي ندير الاكمام. دابا البنات غادي نقاد الاكمام، انا في التركيز درت 25 سنتيم، دابا في هذا العرض اللي غادي ناخذ تاعكم غادي نزيد سنتيم هي 26 سنتيم، غنشوف واش كاع الثوب واصل البلايص كاملين. غادي ناخذ 26 سنتيم تركيز زائد سنتيم، غادي نهبط ب 12 سنتيم، وغادي نسطر. غادي ناخذ هذا السطر هذا، ناخذ هذا السطر هذا اللي انا درتو غادي نقسمو على جوج، وغادي نعاود نقسمو على 4.
غادي نطلع من هنا بسنتيم وغادي نهبط من هنا بسنتيم وغادي نلاقيهم في النقطة تاع النصف. غادي نقلب الرجلة ديالي غادي ناخذ الطول تاع الاكمام اللي بغيت غادي ناخذ الطول تاع الاكمام الطول ديالكم عندي فيه 54 غادي نزيد 2 سنتيم هي 56 غادي ناخذ النصف ديالكم 56 عندي فيها 28 غادي ناخذ العرض تاع النصف تاعكم غادي ندير 18 والراس تاعكم غادي ندير 16 وغادي نلاقي دائما نقلب شوف باش ما يكونش الفوز هادو هما الاكمام ديالنا. دابا البنات غادي نصايبو القب ديالنا غادي ناخدو الطول اللي بغينا انا غادي ندير فيه 41 سنتيم في الطول كناخدو هذاك الطول اللي بغينا وكنقصوه باش ما نضيعوش الثوب كما كنقول لكم ديما نتوما غتاخذوا غير داكشي اللي بغيتو ربما الاخت تبغي دير جياب اولا شي حاجه المهم كتلقى الثوب كاين كنجي للجهه المفتوحه كناخذ 24 سنتيم والجهة المسدودة من التحت كناخذ 31 سنتيم هانتوما اخواتي من التحت كناخذ 31 سنتيم من الجهة المسدودة من الفوق كناخذ 24 سنتيم كنجي للنقطة تاع 24 كنهبط ب 10 كنلاقي النقط ديالي النقطة اللي هبط ب 10 سنتيم مع النقطة تاع 31 سنتيم مع النقطة مع الراس تاع القب من الفوق الطول ديال القب ديالنا البنات كنخيطو من هنا كيتحل بحال هكا من هنايا منين كيلصق في الجلابه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال الجلابه كامله نتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون جاكم ساهل ما تنساوش ديروا لايك ما تنساوش اللي باقا ما مشتركش في القناه دخل دير الاشتراك ما تنساونيش من دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله.